كيف تفعل مزايا تطبيق لينكسس؟ التطبيق يحمل الكثير من المزايا تقدر توصل لها من القائمة الرئيسية على اليمين. أول ميزة التحكم الأبوي، وبتفعيلها تقدر تختار من القائمة أجهزة الأطفال وتوقف الإنترنت عنهم بشكل مؤقت، وتحدد لهم أيام وأوقات معينة للوصول للإنترنت، وأيضا تمنع عنهم مواقع محددة. وميزة شبكة الضيوف، من خلالها تقدر تبث شبكة خاصة للضيوف باسم مختلف وكلمة مرور مختلفة عن شبكتك الأساسية، وتفعلها أو تلغيها في أي وقت تحتاجها. وأيضا ميزة تحديد أولويات الجهاز، تسمح لك تضيف حتى 3 أجهزة تكون لها الأولوية في سرعة الإنترنت،